عندنا مبادرة تم إطلاقها في السعودية تهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتوفير بنية تحتية بمواصفات عالمية تتلائم مع حاجاتهم. المبادرة عبارة عن منصة من الخدمات والعروض الخاصة التي أطلق عليها اسم دليل أصدقاء ذوي الإعاقة. صديق بالعادة هو مين؟ عادة الصديق هو الشخص اللي يدعمك، اللي يفهمك، اللي يشركك معه، واللي يحبك. احنا نبغى الأصدقاء يكون فيهم هذه القيم، فهذه المبادرة باختصار. يجمع الدليل بين مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لذوي الإعاقة ويشجع المؤسسات والشركات على المشاركة لتوفير جملة من الخدمات لهم. الخدمات اللي تقدمها المبادرة، طبعا احنا بالشركات الصديقة احنا الآن تقريبا 500 شركة، الكل مستفيد. احنا عندنا 6 مليون مشترك، 6 مليون مستفيدين من الخدمة. الشركات تقدم خصومات على مدار السنة للمعاقين وأسرهم. الهدف من تأسيس هذه المنصة هو الارتقاء بالعمل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وتطوير وتوظيف الموارد البشرية الوطنية لخدمة ذوي الإعاقة. دليل أصدقاء ذوي الإعاقة هو جسر يربط المعوقين مع كافة الشركات والجهات التي تعنى بهم لتوفير مستوى خدمي ومعيشي مناسب. عبد المطير، سكاي نيوز عربية، الرياض.